رائع في استاد القاهره. يعني هنشوف الطبعات الجماهير ايضا على استقبال حسام حسن. الرابع احمد عبد العزيز، نادي الزمالك النهارده تحت راس الحربه اللي هو الدناني، ادي محمد عبد الواحد. الكره العرضيه وحلوه قوي وبتتلعب على طول، واحمد ايوب يشوطها حلوه، والهدف الاول لحرس الحدود. وبتتلعب على طول، واحمد ايوب يشوطها حلوه، والهدف الاول لحرس الحدود. كرة ملعوبة حلوة، أحمد أيوب، أحمد أيوب، حلوة حلوة حلوة. ده هشام حنفي، هشام حنفي، شوطة جميلة جدا من هشام حنفي. كرة حلوة أوي أوي، ملعوبة ومتأثرة جميلة، بيحطها برجله اليمين صاروخ. أدي أهي الشوطة من هشام حنفي، جميلة جدا من هشام حنفي. فكرنا والله بتواريخه، والله كانت بداية شهرة هشام حنفي بالتسديدات القوية. ويتقدم في الدقيقة 7 نادي حرس الحدود 1-0 بالهدف اللي جابه هشام حنفي، 0 بالهدف اللي جابه هشام حنفي. عبد الواحد يلعب كرة عرضية ويطلعها حلوة وداخلة، انما بيطلعها من على خط المرمى عمرو الجالي. فرصة كبيرة جدا لنادي الزمالك ولسه وفيها، انما يمسك على طول وائل خليفة. هننتهي في نهاية هذا الموسم هشام، وتسديدة حلوة لحسام، حلوة أول لدغة من لعيبة حسام. حسام رغم ذلك عمل 2 باص حلوين جوه المنطقة وشاط شوطة حلوة برضه خارج المرمى. أدي حسام وأدي الالتحام القوي وضربة جزاء، ضربة جزاء بدون تردد من محمد كمال ريشة حكم اللقاء النهارده. بدون، لسه بقول لحضراتكم إيه، حسام حسن رغم انه لسه المفروض بعيد عن الفورمة، ولكن اللعيب الكبير يا جماعة يعرف ده اهو. ادي الكورة مش في المتناول، لكن عرف ازاي انه يحط في ظهره على طول محمود عبد صابر الشربيني، وعلى طول عرقله من الخلف صابر الشربيني، وبلا تردد يحتسبها محمد كمال ريشة ضربة جزاء. والمتخصص في ضربات الجزاء وائل القباني، وائل، وبيجيب هدف التعادل لنادي الزمالك. وائل القباني وهدف التعادل لنادي الزمالك، الهدف الثالث من ضربات جزاء الموسم ده. بقول لحضراتكم انه جايب هدف لنادي الزمالك في مرمى المقاولين العرب في اللقاء اللي فات، نادي الزمالك 2-0، وهدف ايضا في افريقيا في مرمى كوستا دي سول الموزمبيقي اللي فاز بيها نادي الزمالك 3-0، وادي هدفه الثالث من ضربات جزاء. وايد برضه وائل القباني، ادي وائل القباني حط الكرة على طول في الزاوية الشمال لمرمى وائل خليفة، واتجه وائل خليفة في الزاوية اليمين. ادي اهو وائل خليفة، وراح للكرة في اللحظة الأخيرة وائل خليفة، على طول بيخطفوا الكرة من قبل ما تعدي نص الملعب. وادي حسام وعايز ياخد واحدة ويلعب وشوط، انما على طول يمسك وائل خليفة. احمد صالح يلعب الضربة الاثنين، تطلع تاني وشوطة حلوة حلوة جدا، فيها عنصر مفاجأة والله من محمد عبد الواحد، ويديها على الأرض لأبو العيلة. ليه تامر في مكان كويس قوي، تامر عبد الحميد والعرضية، يا فرصة كبيرة ولسه، وكرة ثانية، فرصة كبيرة جدا بتضيع من نادي الزمالك. وست لعيبة لنادي حرس الحدود على حدود المنطقة، أدي كرة ثانية خطرة ويحطها ويمسك وائل خليفة، يلاقيها بمعنى أصح وائل خليفة. الهواء بيظاهر نادي الزمالك، يعني بيخلي الكرة بتزيد في اتجاهها، لكن تطلع ضربة ركنية. قبل ما تتنفذ الضربة الركنية يعلن محمد كمال ميشا اعزائي المشاهدين انتهاء احداث الشوط الاول. الدوري بشكل كويس، فالمفروض يؤدي اداء احسن من كده شويه. كابتن احمد، في توجيهات في الشوط الثاني ابرزها ايه؟ يبقى ابرزها الهدوء ان شاء الله. احنا يعني ما ليدنج ال 45 دقيقه مضيعين جوال كتير، يبقى في هدوء بس. اللعيبه متسربعه، عايزين نحصل النادي الاهلي اللي بيلعبوا قبلنا، وده عامل لنا ضغط كبير جدا على فكره. اي نتيجه للنادي الاهلي سواء مكسب او تعادل او هزيمه بيبقى ضغط علينا، لكن ربنا يسهل ان شاء الله. اداء جيد من الزمالك، احنا مضيعين تقريبا بتاع 4 5 فرص تقريبا في السكس يارد، الجول الوحيد بتاعهم من ضربه ثابته. و ان شاء الله في الشوط الثاني. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، مره اخرى اعزائي المشاهدين تحيات محدثكم طارق الادور، ويسعدني ان انقل لحضراتكم الشوط الثاني من مباراه كره القدم بين فريقي الزمالك وحرس الحدود في الاسبوع رقم 20. لعبت دور منطقه، والهدف الثاني النهدي، لا دي جت بره الشبكه من بره مع كاس الاتحاد. اكمل لحضراتكم، ادي كوره بينيه وخطره، يا فرصه كبيره جدا، انما في رايه الحكم كان متاخر شويه في صفاره الحقيقه فيها. الهدفين في الشوط الاول، وادي بينيه وخطره وجول، ويطلع وائل خليفه
من جول في توقيت مناسب جدا. يطلع وائل خليفه من جول في توقيت مناسب. وادي وائل القباني بيلعب كره عرضيه وحسام حسن من جمال حمزه اللي تعدي من حسام حسن ويطلع ثاني عمرو الدالي. يعني لان المباراه رتمها سريع جدا. ادي هجمه مرتده وخطره جدا. شوف الهجوم المرتد بقى. هنشوف الهجمه دي هتعمل ايه كان حمى فيه انما يضيع فرصه اكيد فيها زياده عرضيه من نادي حرس حدود من الدفاع من مشكله ودفاع نادي الزمالك. تاني طارق السعيد يحطها لحسام تقلش من على رجله وتوصل لطارق السعيد. يا حلوه يا 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 خرج ايضا بالمركز الرابع. ادي كوره بينيه وخطره جدا ويطلع وائل خليفه برجليه من وسط الزحمه فرصه كبيره جدا. يمكن كان اقل شويه الشبراوي في اليمين لكن كان برضه بيزود الجبهه اليمين. ادي كوره خطره وشوطه ويمسك وائل خليفه وتقع منه وهيحسب ايه؟ هيحسب ايه؟ ما حسبش ما حسبش ريشه. ادي طارق السعيد وادي التسديده دي المفروض انه يمسك ما تقعش منه. وقعت منه عملت مشكله. ادي طارق السعيد وداخل في الزحمه هيعتبره حكم اللقاء انه مندفع يعني وقع باندفاعه. تاني كرة عرضية من تامر عبد الحميد وتعدي يا 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 مش ممكن الفرصة دي. الزمالك قادر رمضان نجم المشغل وبيعدي ووجر ووجر انما بيطلع عبد الواحد السيد. وادي كرة عرضية وخطرة يا 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 لو عدت لا دي لا ولا يبقى تحطها جوه المنطقة لجمال حمزة لكن على طول بيطلع فريق الحرس. ومع صفارة حكم اللقاء مباراة هايلة بس هارد لك كابتن الحمد لله بس مفيش توفيق. اديك شايف الجيم كله بتاعنا من بداية الشوط الأولاني للشوط الثاني الكرة مش عايزة تخش مش عارف هي الكرة كده مش عارف مش عارف أقول إيه بس الحمد لله هارد لك. يعني أداء جميل نادي الزمالك طوال شوط المباراة لكن مفيش حظ فعلا هو مفيش حظ مفيش أداء رجولي أيضا من حرس الحدود. أه طبعا فريق حرس الحدود فرقة كويسة وكابتن حمد كان فرقة كابتن حمد كان مدرب كويس جدا و بس في يعني ما اعرفش كانوا بيلعبوا بطريقه يعني بيلعبوا بخشونه متعمده من اول الماتش مش عارف ليه يعني ما بينافسوش يعني هم ما بينافسوش ولا حاجه ومش عارف يعني بيلعبوا بطريقه مش عارف بيلعبوا بطريقه غريبه كده مش عارف ليه يعني ده من ضمن بل بالعكس ده كل يمكن عدد كبير من الخبراء قالوا انه احد نجوم المباراه كابتن هشام حنفي كده كابتن لا حقيقي بجد كابتن هشام يعني اداء جميل جدا واضح انك كنت فايق النهارده. الحمد لله ده فضل عند ربنا سبحانه وتعالى وفضل المجهود اللي انا بذلته في الفتره اللي فاتت ديت مع الجهاز الفني فربنا بيتوج دوت بكل المجهود اللي انتوا شفتوه واستمتعتوا بيه. انا اعتقد ان انا ده فعلا انا كنت مبسوط من ادائي جدا ان انا لعبت الحمد لله بفضل الله يعني كنت كويس ف ده المجهود بقول لك زي ما بيقولوا الحمد لله يعني كل شيء. قول لي اولا الهدف احكي لنا يعني موضوعه ايه؟ والله كانت كوره لينا مرتده وكانت فاول ودي فاول متمرنين عليه في الحدود مع كابتن حلمي والحمد لله قدرت ان انا احرز بيه هدف واول هدف ليا مع حرس حدود يعني فجت في اتوجها في فرح كبير جدا ليا يعني انا بحمد ربنا عليه. كابتن حلمي طولان بعد احداث المباراه يعني التقاط انفاس شويه بعد احداث الحمد لله طبعا اكيد يعني الحمد لله انا بحمد ربنا واشكر فضله بشكر اللاعبين اللي ادوا وبذلوا مجهود رائع النهارده بشكر الجماهير اللي جت ورانا وبتشجعنا اكننا في ملعبنا بشكرهم جدا لان النهارده يعني النقطه دي نقطه غاليه بالنسبه لنا جدا. انا شايفك من احداث المباراه كلها قاعد في هدوء يعني مفيش عصبيه بس انا احتراما لجماهير نادي الزمالك انا قاعد في مكاني مع ان دي مش طبيعتي لكن انا وعادي ده هو احترام لجماهير نادي الزمالك وحب ليهم. قلت طارق العشري المدرب العام ان هو يوجه اللاعبين مكان النهارده ان انا ما اقدرش قدام فرقتي وقدام جماهير نادي الزمالك ان انا يعني ابقى واضح ان انا يعني متحامل على فرقتي او انا عايز يعني مشاعر بتبقى مختلفه جدا انا ما قمتش عشان احترام لجماهير نادي الزمالك. سؤال تاني ايه يعني انت هل تتوقع ان طبعا يمكن انا ما كنتش طالب هذا الكلام ما كنتش طالب الدفاع بهذا الشكل انا يمكن انا كنت طالب الدفاع في منطقه معينه والتكثيف الدفاع في هذه المنطقه والضغط على فريق نادي الزمالك اللي بيملك مهارات لعبته مهارات عاليه جدا لكن برضه نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ليها رهبه وليها وضع خاص اعتقد ان احنا بعد ما جبنا الجول اللعيبه حاولت تحافظ على هذا الهدف فرجعت للدفاع. ها هو عميد لعيب العالم الكابتن حسام حسن يعود وبثقه واداء طيب. كابتن بنانا بقول تعادل بطعم الفوز لكن في نفس الوقت اقول الحمد لله على السلامه. الله يسلمك وانا الجمهور ده له فضل كبير عليا هو اللي رجعني هو اللي رجعني انا ابراهيم وانا كنت نفسي ان انا بعد شهرين ونص او شهرين وشويه بعيد عن الملعب غصب عن ارادتنا
فكنت بحاول ان انا عايز اعمل لهم اي حاجه النهارده. واي لعيب بعيد عن الملعب في الفتره دي صعب انه يرجع بسرعه، لكن انا حاولت بتشجيعهم ليا حاولت ان انا اعمل اي حاجه النهارده. يعني لولا فارق النقاط وانا بقول تعادل بطعم الفوز كان اداء نادي الزمالك بحق النهارده اداء جميل جدا ومشرف، وايضا انت كان ليك تواجد كبير جدا يا كابتن في هجوم نادي الزمالك، لكن تقول لي ايه لعيبتك والجهاز الفني؟ بقولهم يعني هارد لك طبعا النهارده وحاولنا، لكن في حالات اكتر من كده وفي فرص ضاعت ربنا مش رايد، يعني فرص متامر لما وقف النهارده كان في قريب حسن، لكن النهارده يمكن ما جاتش فرص كتير غير لتامر كنت واضح ان مفيش توفيق، لكن انا كنت اتمنى ان يكون ابراهيم طبعا كل الناس اللي قعدت في الملعب اللي في مكان ابراهيم، لكن ابراهيم غنت عن التعريف وجمهور الزمالك بيفهم وعن جمهور الكوره في مصر بيفهم اللعيبه اللي يقدر يفيد وما يفيدش. ابراهيم فعلا افتقدناه النهارده، انا افتقدته قبل الماتش واثناء الماتش، ان شاء الله اكون موجود الماتش الفتره الجايه ان شاء الله. المعلق رياضي الزميل كان وائل شعبان، نادي الزمالك عمل تغيير عبد الحليم علي مكان